كويس. العب حشرنا هذا منو هذا؟ وات؟ من وين جاء هذا؟ اوف يا قوة الايم. الله ياخذ امي. اوكي شباب ما بيطولها، طلبتوا كثير اعداداتي والسنس حقي. طبعا باختصار انا لاعب هاي سنس مره، انا العب هاي سنس كثير، فاي شخص ما يعرف يلعب هاي سنس انا انصحك ما تاخذ اعداداتي. اعداداتي مره صعبه وتعودت عليها بسنه تقريبا، فالاعدادات صعبه يا شباب. بالنسبه للالوان هذه هي عندي الوان شاشه خاصه فيني، لكن هذه الالوان اللي استخدمها مره كويس انصحكم فيها. وهذه الاشياء شوفوا بنجي هنا 53، يعني الحمد لله متحسن هذه الايام. هذه الاشياء بسيطة انقلوها على السريع. الجي دي 59 عندي، هذه السنسات الجديدة حولت سنس، اكيد كانت هذه اعلى وهذه اقل، لكن عليت هذه وقللت هذه علشان اقدر اوزنهم. طبعا هذه ما خليتها بوينت خمسة عشان ما يصير كذا في كل شيء متساوي، عرفتوا يعني لفوق ولتحت متساوي، عشان كذا شوي نقصت. فخذوا هذه الاعدادات والاعدادات الكنترولر ما علينا منها، هذه الاعدادات حق الصوت. وعلى السريع بعطيكم هذه الاعدادات، بطئوا المقطع وانا بلف شوي شوي. يلا شوفوا هذه قدامكم كلها، قاعد الف شوي شوي، يعني اذا ما تقدر تلحق انت بطل المقطع او تاخذ السكرين شوت او اللي تبي. هذه اعداداتي، بعد ما انصحكم تاخذوها لانها صعبه، لكن انا تعودت عليها، اكيد اذا بتتعود عليها بتصير مره سهله. فيب هذه هي، هذه كلها عادي نفس الشيء، ماني مغير فيها اي شيء، لكن بشوفكم اياها يعني ليش لا. اوكي وبس، اتمنى عجبكم المقطع وان شاء الله نشوفكم مقطع جديد. بيس.